لا تقترب، لا تلمس، بلغ. هذا هو شعار منظمة حقول حرة غير الحكومية التي أعلنت أنها مستمرة بعملياتها في نزع وتفكيك الألغام والأسلحة غير المتفجرة رغم استمرار العمليات العسكرية وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في ليبيا. المنظمة غير الربحية والموجودة في العاصمة طرابلس جددت تحذيرها للسكان الموجودين في مناطق الاشتباكات من مخاطر مخلفات الحرب، ودعتهم لعدم الاقتراب من الأجسام المجهولة والتبليغ عن موقعها فوراً. ورغم أن خطر الألغام في ليبيا قائم منذ سنوات، غير أنه بدأ بالتصاعد مع توسع رقعة الاشتباكات في البلاد، خصوصاً في العاصمة طرابلس. وقبل أشهر حذرت دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات، وبينت المنظمة أن ضحايا الألغام في هذا العام فقط وصلت لأكثر من 600 مدني بين قتيل وجريح، معظمهم في العاصمة طرابلس. معطيات دفعت منظمة حقول حرة بالتعاون مع منظمات دولية لتكثيف حملات التوعية بمخاطر مخلفات الحرب في المناطق التي تشهد مواجهات وموجات نزوح جماعي. ووفق المنظمات المعنية بإزالة الألغام، فإن معظم ضحايا الألغام هم من الأطفال، إلى جانب عمال تفكيك الألغام في حال لم يكونوا مدربين بشكل جيد. وتتهم منظمات دولية كل أطراف النزاع في ليبيا بزرع الألغام والمتفجرات بطريقة عشوائية، سواء خلال المواجهات أو عند الانسحاب من ساحات المعارك، وهو ما يرقى لجرائم حرب.